مرحبا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. حاولت اختصر المقطع قدر الامكان بحيث انه ما تشتكون من الشرح او الممل او انه المقطع طويل او انه المعلومة ما جات بسهولة، بس في خيار هنا مهم جدا لازم تنتبهوا له. بصراحة خيار هو مو جديد، يعتبر قديم، بس هي مسألة لغة او مسألة مصطلح او خيار مو مفهوم. حطوا الخيار هذا، الناس حطوا هذا الخيار بدل خيار قديم موجود مسبق، فالموضوع بعض الشيء خطير للي مو منتبه للنقطة هذه. ففي انا اعرف ترايبات ابراجها بالكامل ما تطلق على الديناصور اللي ما في احد راكب عليه، يعني ارسلوا مثلا برونتو يتنك هذا البرج او يستنزف طلقات هذا البرج. الديناصور هذا، البرونتو هذا، ما في اي شيء حرفيا يطلق عليه، فيستغلون الفرصة انهم يجوا لهذا من خلف هذا الديناصور بحيث انه التركتات ما تطلق عليه، فيبلك الطلقات، فيجون يحتمون خلفه ويعطوه امر انه يمشي جهة البرج، فيفجرون نفسهم هم في البرج. يعني يستخدمون ديناصوراتهم كساتر بسبب انه التركتات ما تطلق على الديناصور. هذه نقطة خطيرة. ففي المقطع هذا راح اشرح الثلاث الخيارات والخيارين المهمة اللي الناس ملخبطة بينهم. اوكي، كان معكم اخوكم هاشم من قناة اوكسو، يعطيكم العافية، تابعوا المقطع، السلام عليكم. بمجرد ما تحط مبرمج انه يطلق على اللاعب وعلى ديناصور اللاعب، تمام؟ اذا جاك اللاعب راكب ديناصور، على مين حيطلق؟ حيطلق على الديناصور، ما حيطلق على اللاعب، حيطلق على الديناصور. اللاعب ما راح يجيه شيء الين يموت الديناصور، بعدها يبدأ يطلق على اللاعب، لأنه أيضا برمج على اللاعب أو الديناصور، تمام؟ هذه معلومة معروفة للاعبين القدامى، والخيار هنا موجود. طبعا أول خيار تهتم فيه اللي هو تشينج رانج. نرجع نعيد، تعلق مثلث، هذا الخيار اللي أنا أشر عليه. الرانج يكون مبرمج على ميديوم، طبعا كلكم عارفين، ما هذا اللي مهم، احنا بنحطه على هاي. طبيعي انت بتحطه على هاي، ما في اي شيء يخليك تحطه على لو او ميديوم. هاي عشان يطلق اعلى مسافة، للناس اللي ما هي عارفة الخيار هذا، ولو هو معروف من الخيارات القديمة، تمام؟ طيب اللي بنشرح عليها الان اللي هو تشينج تارجت، اللي هو تغيير الهدف. الهدف الان انت اول ما حطيته، هدفه وش هو؟ هدفه السرفايفل اللي هو اللاعبين ثم ديناصوراتهم، تمام؟ سواء اللاعب جاء يركض على رجوله يبي يفجر البرج مثلا، او راكب ديناصور يبي يتنك البرج، يعني بيخلص الطلقات على ديناصورات تتحمل الطلقات، اوكي؟ هو مبرمج اوريدي على هذا الشيء. انت تبدأ تغير في التارجت، اكثر الناس يحبوا يغيروا في التارجت، تمام؟ اوكي، نجي للتارجت، نشرح الخيارات واحدة واحدة. هنا مكتوب only tamed character، خلاص شوف انا بحطه only. شوفوا تغير التارجت تحت السطور الاخيرة، اول كلمة بالازرق او اول سطر في الازرق هذا التارجت، تمام؟ التارجت الان ايش صار؟ only tamed character، حيطلق فقط على الديناصور، على الديناصورات اللي متيمة. tamed character حيطلق على الديناصورات اللي هي تبع اعداء اخرين او ترايبات ثانية او لاعبين اخرين، حيطلق عليهم. هذه معلومة قديمة برضو كله يعرفها، بس لازم تنتبه وش اسمها، لانه في خيار جديد قريب من الاسم هذا، only tamed character اللي هو فقط الديناصورات، يطلق على الديناصورات اللي جاية تتنك البرج او جاية تهدم لك البيس، هي حق ترايبات معادية. اوكي، طولنا فيها هذه مع انها قديمة، تمام. نرجع نعدل فيها. مثلا اجي لهذا، اوكي انا خليت هذا يطلق فقط على الديناصورات المروضة، اجي هنا هذا ابي بعدله مثلا، ابيه يطلق فقط على السرفايفل. وين خيار اونلي سرفايفل؟ اونلي سرفايفل هنا، هذا خيار اونلي سرفايفل، هذا يطلق على اللاعبين فقط، تمام؟ فقط على اللاعب، اوكي. اللاعب اذا كان ماشي يعني يركض لحاله متخفي زابن او اي شيء، او خلى الديناصورات تتنك البرج
اي على اساس يشغل الطلقات كلها تتوجه على الديناصور، وهو يركض بدون ديناصور علشان يفجر نفسه هنا في البرج هذا، على اساس يطفي الجنريتر او المولد الطاقة يطفي كل هذه، تمام. فانا خليت هذا اونلي سرفايفل كاحتياط. بجي لواحد ثاني هنا، هنا بعدله، بخليه نفس اللي حطيته في النص اللي هو اونلي تيمد كريتد، اللي هي الديناصورات فقط. يصير هذا يستهدف الديناصور وهذاك يستهدف اللاعب. طيب لو جاني لاعب راكب طير، راكب تنين مثلا، او راكب مانجارمر، المانجارمر سريع يعني يعتبر يصنف من الطيور ايضا، هو مو طير بس يصنف انه يقدر يطير ويقدر يوصل بسرعة البرق من اماكن بعيدة. يعني مثلا هو واقف هناك عند المنطقة هذيك عند التل اللي هناك، اوكي، على طول يقفز ويسوي ويوصل هنا عند البرج في لمح البصر، تمام. يكون عنده فرصة مثلا حاط سي فور في راس هذا الديناصور على اساس السي فور يفجره هنا، او من اي استراتيجية يتبعها. طيب انا ابي الحين تورت يطلق على اللاعب وهو راكب هذا الديناصور، يعني ما يطلق على الديناصور، يكون متفرغ انه يطلق على هذا اللاعب. طيب اجي لهذا التورت. هنا الخيار المهم يا شباب، ركزوا ركزوا، لان هذا الخيار ورط ناس كثير جدا، وانا ملاحظها في ترايبات كبيره ولاعبين خبراء اخبر مني في اللعبه لكن ما انتبهوا لهذا الخيار، مع انه هو مو جديد، صار له فتره طويله تعديل يعني. اوكي نيجي كيف نعدل هذا الخيار. نيجي هنا نفس الشيء، تشينج تارجت، كلها في التارجت، شرح انا كله على التارجت، تغيير التارجت، تغيير الاهداف. اوكي ابي التورت هذا او التيك تورت يطلق، يكون هدفه اللاعب اللي راكب الديناصور. اوكي هذا هو هنا اونلي سرفايفل اور ميوتد كريتر، تمام. اعتقد في خيار يطلق على فقط، اوكي هذا هو، هذا هو اونلي سرفايفل او السرفايفل اللي راكب الديناصور. شوفوا انا غيرته، انتبهوا لهذا الخيار، تكفون انتبهوا لهذا الخيار، هذا اهم خيار. هذا الخيار الان شوفوا التارجت ايش صار، اول سطر باللون الازرق التارجت هو اونلي سرفايفل، يعني اللاعب اللي او العدو اللي يركض بدون ديناصور، ايضا مضاف عليه مونتد، اسمها مونتد كوركتر، اللي هو الراكب، راكب الديناصور. ما راح يطلق هذا التورت على الديناصور، يكون هدفه اللاعب اللي راكب الديناصور، تمام. مثلا واحد راكب له باراسور او راكب برونتو ومتوجه على البرج، طبعا مطمن انه ما راح يجيه طلقات، لا هذا التورت حيقتله، هذا التورت حيقتله، بالتالي الديناصور حيكون، او مثلا راكب تنين، هذا التورت حيقتل اللي فوق التنين. ليش؟ لانه لو هذا التورت انا وجهته على الديناصور مثلا، خليته لا اللاعبين او الديناصورات، ما في لاعبين، في راكب ديناصور، ما في لاعب، ما راح يطلق على اللاعب، حيستهدف الديناصور. طبعا اذا جات كم طلقه على ديناصوره هو يقدر ينحاش، يعني ما راح يموت التنين بسهوله، بالتالي انه يقدر يروح من هذه المنطقه، وانت ما تبيه يطلع منها سالم، اوكي. فصار الهدف هنا، هذا التورت جات مهمته هنا انه يطلق على اللاعب ويطيح من الديناصور، بالتالي انت صدت عصفورين بحجر واحد، اللي هو قتلت اللاعب وهو راكب الديناصور، بعدها الديناصور صار ما حد راكب عليه، يا راح يوقف في السماء، يعني يظل طاير في السماء في نفس مكانه الى انت تجي تذبحه، او انه بيضطر يهبط عند الابراج هذه، ممكن تضرب الابراج، ممكن انت تضربه. هذا الخيار ركزوا عليه، هذا الخيار اهم خيار، الشر المقطع كله جاء على ذا الخيار. انا لاحظت العرب اصحابنا، مو كلهم صراحة، بس شفت ابراج عند ناس ما هي مضبوطة، يعني لقيتها كلها تطلق متستهدف، يعني شوفوا الناس مركز على النظام القديم، لقيت بعض الابراج عند بعض الناس تطلق فقط على ال، مخلينا اونلي سرفايفل، تمام، مخلين هذا الخيار اللي هو هذا اونلي سرفايفل،
نص يعني برج كامل يطلق على اونلي سرفايفل اللي فقط على اللاعبين، وبرج كامل او يعني نص الطلقات بتروح على اللاعبين ونص الطلقات مخلينها على واللي راكب الديناصور، تمام؟ مخلين نص التروتات تطلق على السرفايفل فقط، والنص الاخر تطلق على السرفايفل اللي راكب الديناصور. هم على بالهم انهم مخلين خيار الراكب على الديناصور انه يطلق على الديناصور، يعني هنا حطوا نفسهم في خطر انه لو جات 20 ديناصور من هنا ما في اي تروت راح يطلق على هذا الديناصور، لانهم بالغلط بالغلط شوفوا الخطأ كيف وجهوا التروتات هذه تطلق على السرفايفل والنص الثاني يطلق على السرفايفل اللي راكب الديناصور. هذه نكبة، اتنكبوا من ذا الخيار ما انتبهوا انه ذا خيار جيد، لانهم قروا الكلمة الاولى سرفايفل ثم ميوتد كاركتر ظنا منهم انها الكلمة القديمة اللي هي هذه، ظنا منهم انها سرفايفل اور تيمت كاركتر. في فرق بين تيمت كاركتر او موتد كوركتر او موتد كوركتر، معليش الانجليش عندي شوي بعض الكلمات ما انطقها صح، لكن عرفت المعنى، هي خيار فقط. فانتبه شيك على ابراجك اذا كنت في الترايب في البي في بي، لا يكون انت غلطت او وقعت في نفس الخطأ هذا، لا يكون عندك التروتات جالسة تستهدف اونلي سرفايفل والثانية اونلي سرفايفل اور تيمد كاركتر ميونتد كاركتر. يعني انتبه لا يكون ابراجك فقط تستهدف السرفايفل او السرفايفل اللي راكب الديناصور، انتبه شيك عليها، لازم يكون عندك مجموعة قليلة جدا يعني 10% من البرج تطلق على السرفايفل اللي هي اونلي سرفايفل، هذا هو الخيار اونلي سرفايفل. ان شاء الله انه كل شيء واضح، ما اقعد اكرر انا. خلي 10% مثلا على كيفك، على حسب استراتيجيتك وموقع برجك وعدد ابراجك، مثلا تخلي 10% تطلق على اونلي سرفايفل فقط، طبعا هذا ما راح يستهدف اللي راكب الديناصور، وتخلي مثلا 20% تطلق على اللاعب اللي راكب الديناصور اللي هي اونلي سرفايفل اور ميوتد كريتر. لاحظوا السطر الاول بالازرق اونلي سرفايفل ثم مونتد كاركتر، يعني فقط السرفايفل واللي راكب السرفايفل اللي راكب الديناصور، تمام؟ اوكي 70% من البرج خله يستهدف الخيار القديم اللي هو وين اونلي سرفايفل اور تيمد كاركتر، اونلي سرفايفل فقط اللاعبين او ديناصوراتهم، هذا لازم يكون اكبر خيار عندك، اكبر ابراج عندك او اكثر تروتات لازم تستهدف سرفايفل ثم تيمد كاركتر، يعني ديناصوراتهم المتيمة او المروضة او ديناصورات الترايبو، تمام؟ لازم يكون. حنجيب استراتيجيات للابراج، حننزل مقطع ثاني ان شاء الله في نفس القناة كيف بعض استراتيجيات الابراج، طريقة بنائها، انواع التروتات، وش الافضل، هيفيات عادية او تروت او تيك تروت، كيف توجهها، كم عدد المطلوب يستهدف سرفايفل، كم المطلوب يستهدف الديناصور، كم المطلوب يستهدف الراكب، اخطر شيء الركاب اللي يجونك راكبين طيور مثلا، تنانين او شيء زي كذا، تمام؟ لانه احيانا وانت في معركة تضطر ترمي وترت واحد تحت يشتغل على بطارية مثلا، وش تخليه يستهدف؟ افضل شيء تخليه يستهدف عشان تقلب الطاولة لصالحك، ان كانوا ضدك 3 أو 4 راكبين طيور او راكبين جيجات مثلا او اي شيء، تمام؟ راح نركز على الخيار اللي قلت لكم عليه، هذا الخيار احفظوه، شوفوا التعديل هذا التارجت اول سطر مكتوب بالازرق، هذا لازم يكون عندك في البرج 70% من التروتات، اوكي؟ الخلاصة كلها في هذا الخيار، لاحظوا مكتوب السطر الاول اللون الازرق only survival or tamed character وليس mounted character، انتبهوا mounted character هذه جديدة، كثير حاطينها بدل هذه وساحبين على هذه، انتبهوا.
برج كامل يكون ما فيه هذا الخيار، هذا البرج راح يجي الخصم بديناصوراته يزبن وراها، يبلك الطلقات عليك، ما راح تطلق عليه، حيكون زابن وراها اذا اكتشف انه ما في شيء قاعد يطلق على الديناصور، راح يمشي ورا الديناصور وحيفجر برجك بسبب انه هذا الخيار مو موجود، لانه الديناصورات عنده تسرح وتمرح جنب برجك وما يجيها شيء، عرفتوا؟ لكن هذا الخيار اذا موجود هو اللي راح يطلق عليها. ركزوا على كلمة تيمد، تيمد يعني الديناصورات المتيمة، تيمد كاركترز هي الديناصورات المروضة، لازم يكون موجود عندك. فهذا المقطع ما كان شرح، انا عارف انه هذه معلومات عندكم اصحاب الابراج واصحاب الدفاعات في البي في بي، لكن انتبهوا هي مسألة لغة فقط لا غير، مسألة كلمة او مصطلح او خيار مو مفهوم، وفي بعضهم ساحبين عليه قليل، قلة قليلة اللي ما هم منتبهين لهذا الموضوع، واللي حاب يشوف الخيارات هذه هي في المقطع. يعطيكم العافية على المتابعة، إن شاء الله أن يكون ما طولت عليكم، انتظروا المقطع القادم يكون استراتيجيات لبعض الأبراج. السلام عليكم.